طبعا مشاهدينا الكرام، لتسليط الضوء على نفوذ ميليشيا الحشد في العراق من أثينا دكتور فاروق فتيان الراوي الدبلوماسي والأكاديمي العراقي. مرحبا بكم دكتور. صمادة حياك الله دكتور. نبدأ من تقرير مجموعة الأزمات الدولية الذي قال إن حكم ميليشيا الحشد يتوسع مقابل ضعف مؤسسات الدولة في العراق. ما أسباب توسع الميليشيات على الدولة ذاتها؟ الحقيات اللي مرت بها من الكتل والأحزاب الحاكمة في العراق وبقرار من البرلمان، هذه الميليشيات أريد لها أن تكون هي الدولة، هي السلطة، هي السلطات، لأنها تعبر عن إرادة الأحزاب الحاكمة. يعني كل مجموعة هي تنتمي إلى تكتل معين، وإلى وهذه الميليشيات حتى هي تمارس دورها بالشكل اللي ترغب تلك الأحزاب. يعني من الناحية الميدانية دكتور فاروق، ماذا يعني هذا؟ كيف سينعكس أو سيؤثر في الأوضاع داخل العراق وخارجه؟ أنا باعتقادي أنه هذا مخطط إيراني ليس جديد. المخطط بدأ في لبنان بإنشاء حزب الله، وشهدنا كيف استطاع حزب الله تحت أسماء المقاومة والممانعة أن يسيطر على البلاد، ونفس الشيء بالنسبة للشبيحة في سوريا والحوثيين في اليمن. وأريد إلى هذه الميليشيات بعد تسليم الموصل وبقرار من المالكي وانسحاب الجيش تسليم هذه المدن، مدن المحافظات الغربية، شكلت هذه الميليشيات بفتوى لرجل هو بالأساس داعم لهذه الميليشيات. وهذه الميليشيات الحقيقة بدأت تمارس دورها في أغلب المدن العراقية. في السابق كانت فقط في المحافظات الغربية على اعتبار أنه تحت مسمية محاربة داعش، ولكن اللي شهدناه مؤخرا أنه حتى في المحافظات الجنوبية للتصدي للتظاهرات، للتصدي للاحتجاجات، بدأت الميليشيات تمارس دورها في تصفيات العناصر. اليوم في الدجيل يقتل 2 من رجال الشرطة، وهؤلاء هم من أساس النظام، ولكن الميليشيات تمارس دورها للتصدي لأي شخص ممكن أن يوقف أمامها. يعني مجموعة الأزمات الدولية ذكرت أن ميليشيا الحشد تعد مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة. هل نحن إذن أمام تجربة حرس ثوري جديدة في العراق؟ أنا باعتقادي أنه لا توجد دولة في العراق، لا توجد سلطة أساسية، ما يوجد هو أحزاب تكتل طائفي أريد لهذا الحشد أن يكون هو على غرار الحرس الثوري، هو اللي يستقوي على الدولة وعلى مؤسسات الدولة، وفعلا الآن يمارس دوره بشكل علني وبشكل شرعي. وللأسف أنه البرلمان، ما يسمى بالبرلمان العراقي، شرع قوانين وحاول أن يدمجهم بالقوات المسلحة، ولكن مثل ما نعرف أنه ولائهم هو ليس للقوات المسلحة وليس للقائد العام، وإنما ولائهم محسوم كل جهة تتبع إلى السلطة اللي مسؤولة عنها. لذلك صحيفة فاينانشال تايمز ذكرت أن هناك مخاوف من تحول ميليشيا الحشد إلى حزب الله آخر داخل العراق، ولكن ألم تتحول بالفعل إلى وصي عسكري على الدولة هذه الميليشيات؟ أنا باعتقادي أنه هي بعد أن أسس الحشد وبفتوى من المرجعية وبعدها بقرار من البرلمان أصبح هو اللي يمارس دوره الآن حال الحرس الثوري أو حزب الله أو بشكل آخر. وعلى العكس هم الآن يستحكمون بموارد النفط، يستحكمون بموارد بالحدود، يستحكمون بالمنافذ الحدودية، الآن هم ممتدين في عموم العراق. الآن نسمع الشكاوي من المواطنين في القائم، في الموصل، في الرطبة، في البصرة، في الديالة، في كركوك، في تكريت، في سامرة، في أغلب مدن العراق الآن منتشر
العصابات هذه الميليشيات وتمارس دورها بشكل علني وبشكل واسع، وحاولت أن تستغل ضعاف النفوس من سكان نفس المناطق في المحافظات الغربية وتأسس ما يسمى بالحشد الشعبي اللي هو ولاء محسوم لهذه الجهات نتيجة ارتباطهم المباشر بهذه المجاميع. إذن دكتور فاروق، مع هذه السيطرة وتنفذ الميليشيات، هل بقي شيء من ملامح الدولة ذات السيادة؟ لا سيما أن هناك أنباء تؤكد أن ميليشيا الحشد تمنع عودة النازحين إلى مولودهم وتتحكم في ذلك. من يراقب الوزارات العراقية والسلطة العراقية ورئيس الوزراء العراقي وكيف هو غير قادر على أن ينفذ أبسط قراراته، يعرف أنه لا توجد دولة عراقية ولا توجد سلطة بالمعنى الحقيقي في الدولة العراقية. من الناحية الفعلية لا توجد دولة ولا توجد سلطة، وإنما توجد مجاميع متسلطة، كل جهة تعمل بالشيء اللي تستلمه من الحزب اللي تابع لها، سواء كانت وزارة أو كانت مؤسسة أو منافذ حدودية أو حتى أفواج للدفاع. شكرا جزيلا لك من أثينا عبر أسكاف، دكتور فاروق فتيان راوي، دبلوماسي والأكاديمي العراقي.